والله بدينا نحضروا توا سافي بريسك دي جور معناها عملنا دو ماتش اميكو دو ماتش دابليكاسيون حابين اون ايسي معناتها باش نحطوا فيهم لي بلون جو وكل شيء كانوا بينيفيك لي دو ماتش اميكو ان شاء الله بقدر تربي اليوم نقصدوا ربي نمشيوا للارجنتين وان شاء الله نقدموا وجه باهي هذه اول حاجه وثاني حاجه نمشيوا لو بلو لوان بوسيبل ان شاء الله. وكانت كيف التحضيرات لظهرك في سي نورمال واحد معناتها ماذا بيه يعمل تحضيرات خير من هكا مي فيو لونجاجمون نتاع الملاعبيه افيك لي كلوب نتاعهم ما نجمناش معناتها نعملوا اكثر من هكا ما علينا كان نتعاملوا مع لي سيتياسيون وقدرة ربي ان شاء الله بقدرة ربي نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله. اصابه ادم قرب يعني في اخر لحظه صحيح ادم تضرب على غالب ما نجمش يكون موجود معنا في المونديال هذا معناتها حس لي دولور في ركبته واحد وكل شيء الله غالب جاي بركات زاد كيف معناها ملاعبي مستانس بالإكيب ناسيونال وقلت ربي باش يقدم لي اضافه ان شاء الله. كان النجم نشوفوا جواريات كان النجم يعاون المنتخب. تتمنى يعني واحد بطبيعه اتمنى باش يكون حنا بعد المجبري موجود مي قلت لك راهو المشكله اللي اول حاجه كومبيتيسيون ماهيش في جورني فيفا وثاني حاجه معناتها لي زونجاجمون تاع الملاعبيه افيك لي كلوب نتاعهم هذاك هو العايق معناتها نشوفوا زاد ليكيب ناسيونال باغ اكزومبل نتاع فرنسا زاده برشا ملاعبيه ما نجموش يكونوا موجودين في ليكيب ناسيونال في الكوب دو موند هذايا على لونجاجمون نتاعهم على لي زيكيب نتاعهم. يعني الدوره ماهيش في وقتها نعم. كان تكون في الصيف يعني تكون تجمع الجوارات كل مؤهله باش تلعب مع المنتخب نتاعك. فوالا هي خاطر الفيفا معناتها بارابور الملاعبيه ما فماش برشا ملاعبيه بالنسبه ليها هي يلعبوا مع ليزيكيب برو نتاعهم. مي كيما قلت لك هذه سيتياسيون لازمنا نتعاملوا معاها وان شاء الله بقدر ربي نخرجوا معناتها لو ماكسيموم بوسيبل من ملاعبيتنا من ولادنا. اخر سؤال حظوظ المنتخب وكلمه الجمهور. ان شاء الله بقدره ربي اول حاجه مانيش باش نبخلوا حتى معناتها قطره عرق ان شاء الله باش نشرفوا تونس اول حاجه نشرفوا الكره التونسيه ثاني حاجه وان شاء الله نمشيو لو بلو لوان بوسيبل خاطر في دي كومبيتيسيون هذوما لازمك تاخذ الكومبيتيسيون ماتش بار ماتش وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.